السلام عليكم. أولا أنا فخور بكم هنايا. أنا الاسم ديالي إدريس الرعد. البداية ديالي كانت في مدينة ورزازات مباشرة، حيت ورزازات كنعتبرها هي هوليود، ماشي إفريقيا ولا أوروبا، هي هوليود ديال العالم، فهمتي؟ حيت نزلوا فيها لي تورناج عالميا اللي كان عندهم واحد البيدجي خيالي، منهم غلادياتور، منهم فيلم ديال ألكسندر، منهم مؤخرا الفيلم ديال بابيل اللي فيه براد بيت، توم كروز، اللي كانوا كراو يعني لوطوروت مده ديال 12 يوم ب 50 مليار اللي خل... يعني هادو ناس اللي كيسابوا في الاقتصاد ديال المغرب. الحمد لله، يعني تجربه شفناها. والبدايه ديالي انا كنت اوفري، مانوفري، ما كنعرف حتى حاجه، مانوفري، كنتسخر، كنهز الثقل، كان يعني، ولكن من خلال التجربه ديالي تحولت لمرحله اخرى اللي وليت تقني سينمائي كبير، مع اعترفوا بيا الاجانب اللي كيعطيو الحقوق ديالك. وآليبوك هاد لي زاكتور اللي كاينين هنا في كازا، مثلا ادريس الروخ، محمد مصطاوي الله يرحمه، محمد خويي، رشيد الوالي، هادو كلهم كانوا كيجيو يخدموا كومبارس عندنا في ذاك الوقت. هادشي كنقول لك انا تقريبا في 99 يعني، وشفتهم وحليت عيني فيهم وشافوني وكيعرفوني مزيان، فهمتي؟ يعني من بعد جات واحد لاكريز ديال داك الحرب ديال الخليج، ربما مشات الكاميرا طفات، مابقاش كيخدموا. شو غندير؟ خصني نجي لكازا. جيت هنا لمدينه كازا، استقريت، خديت الاقامه ديالي هنايا، استقريت باش نكون قريب لشركه الانتاج. وعرفوني المخرجين الكبار، حسين بن جلول، نور الدين الخماري. نور الدين الخماري توعد عاد يعني شكون يا ربي، بزاف، حكيم النوري، بزاف، الدرقاوي مصطفى، خو عبد الكريم، يعني هادو بقيت كنخدم معاهم هنا في كازا دائما. فرد راسي مزيان وخدام معاهم بخير، وتعلمت بزاف ديال الحوايج، وتقربت من لي زاكتور مغاربه مزيان وكيعرفوني. من بعد سيدي جات ميدي ان تي في، جات ميدي ان تي في، وواحد الشركه سميتها كونيكسيون ميديا، دارت مسرح الجريمه، مسرح الجريمه تقبل، وخدمنا تقريبا ثلاثه ديال المواسم، ثلاث سنين. وانا تعطت ليا الاغلب من الحلقات كنت كنلعب البطوله. ولكن باش يعرفوا الجمهور بان ماشي كدير غير التمثيل، انا كيجيبوني نمشي موقف كندير التمثيل ونمشي بحالاتي، لا، راه كنخدم في الاداره وكندير يعني شاف لا ريجي، وكان انا اللي مكلف بالروبيراج، ومعي واحد الفريق ثلاثه ديال العناصر، وكنسافروا في المغرب كامل، وكنبحثوا على الديكور، وكنكونفيرميو البلايص اللي غادي نصوروا فيها، وحتى الكاستينغ. والكاستينغ ديالنا سامبل، يعني كناخذوا الناس عاديين، الناس ديال الشارع، باش هكا كتثبت الجريمه كانها واقعيه. عكس مداوله، برنامج مداوله دابا ديال احتراماتي رشيده احفظ، يعني مداوله برنامج اللي هو ناجح بزاف وكيتشاف، ولكن كيبينوا فيها الوجوه اللي هي معروفه، يعني حتى ذاك الاكتور اللي هو معروف بحال كطيح القيمه ديالو الا كان غير يلعب في مداوله. المداوله تعطى على الاقل الناس ديال المسرح، الناس اللي ما معروفينش، باش هكذا منها كتعطى فرصه لذاك السيد يعرف راسو واش غيعطي في التمثيل ولا لا، ولا ما غيعطيش، يعني هكا، يعني شي حاجه ديال الوقائع، خص ناس عاديين. هي بالنسبه لنا هو مسرح الجريمه واخطر المجرمين ديال دوزيم، هما تقريبا فكره واحده، سيناريو واحد، وايكيب واحده تقريبا، غير الشركات مختلفين. هي الجريمه راها كاينه حقيقيه، كتعطى لنا من طرف البوليس، من الولايه، ولا شي محامي، ولا شي انسان اللي صار في ديك الجريمه، شهادات كتعطى. ولكن ملي كتحط ديك الجريمه بشفويه، كندرسوها شويه بالستيلو، كتولي سيناريو، كنزيدوا شي حاجه اللي هي ما كايناش في الواقع الصراحه، فهمتي؟ هذه كتزاد، حيت حنا نقولوا الصراحه، واخا البرنامج ربما سميتو صراحه ولا لا، فهمتي؟ ما نكذبوش على الجمهور اللي غادي يشوفنا، يعني كنزيدوا شي حاجه، ما كتصحتش 100%. يا هو برنامج ديال كاميرا خفيه ديال دوزيم، هو راه الجمهور المغربي كله عارف بان داك الشيء كيكون تمثيل 100%، وكاميرا خفيه ملي كتولي تمثيل، يعني انا ما بغيتش نشد بالصور، انا ماشي غادي نقول لك انا راه كنلعب البطوله ولا شيء، انا تيقني يعني، واخا نكون غير، ولكن يعني كل من ساهم في انجاز داك العمل ولو يكون غير شي فور كيتسخر، راه شد بالزور، خصهم يكونوا على يقين اداره تقنيين بان كنكذبوا على الناس، يعني حيت علاش؟ حيت انا شفت بعيني بان الممثل كيعيطوا له، كيتساووا معاه، يعني كيتساووا معاه على اساس غادي يشارك في التمثيل وكياخذ 20,000 درهم المقابل ديال 20,000 درهم، يعني داكشي تمثيل، انا ما بغيتش نكون كنشد بالزور، لهذا استقليت. دابا هذا هو المشكل، رغم انتقادات ورغم بان دابا هما كيجيب لهم الله، اول حاجه بعدا هذا عبد الرحيم مجد، هو المنتج، هو المخرج، هو صاحب يعني كاميرا خفيه،
هذا يعني عنده واحد الوسيط يعني الكبير، هذا الوسيط هذا الكبير والله ديال دوزيم، فهمتي؟ كاين واحد المنظومه اللي حاطين في لاليس واحد 10 ديال الناس اللي عندهم واحد القوه، يعني اللي عندهم حق ياخذوا، هو ماشي حق يعني، هما كيعطيوهم حق باش ياخذوا الدعم، الدعم اللي كيوصل الملايير ديال الدراهم دابا. ولكن ما كياكلش بوحدو، راه كاين واحد واحد الخليه اللي كي داكشي بالتسلسل، كل واحد كياكل حقه، ولكن كاين واحد الذنب كبير عند الله، يعني هذا ما خصوش يكون. ما كاين كفاءات، كاين الناس اللي عطاو كاميرا كاش شي حقيقيه، ولكن ما كتعطالهمش فرصه نهائيا. هي دابا اول حاجه بالنسبه للكاستينغ، بعدا هنا في المغرب انا كنتحدى اي اداره هنا في المغرب ولا شي ديريكتور ديال الكاستينغ اللي يكونوا يعني كيعمل الكاستينغ بطريقه بروفيسيونيل، ما كايناش في المغرب. هو بعد اول حاجه بعد الفيلم حتى كتسيق ليه الخبر، انت انا واحد القضيه بعد باش نكونوا مفاهمين، هو اي ممثل مغربي واي تكنيسيان مغربي عندهم واحد المقاهي خاصه كيريحوا فيها، فهمتي؟ الحوارات ديالهم اللي في ذاك المقهى هي فيلم شهر 3، فيلم شهر 7، فيلم تلغى، فيلم جا سينس كونطرا ما سيريتيش، بحال الحماق عندهم واحد العالم ديالو بوحدو، فهمتي؟ يعني الاغلبيه من هاد الناس هادو ما كيسيقوش اخبار ديال داك المخرج اللي كانوا كيهضروا عليه، كيفاش دار بدا وكيفاش صور وكيفاش كمل، حتى كيتعرض لي بوندانوز ديالو في السينما ولا شي برنامج كيدار الله اعلم. يعني هذا خطا كبير، يعني الكاستينغ خصو يكون عليه واحد الاعلان، واحد الاعلان كاستينغ في واحد الفضاء اللي هو مركب ثقافي ولا شي بلاصه ولا مقهى ولا بارتمان، كاستينغ عنده واحد الدعايه، واي واحد عنده حق يجي، وكل واحد كيبين اللي عنده. هي يا يا اول حاجه هضره مساله باينه، والجمهور المغربي كله عارف بان راه الفرصه كتعطى للبنت الجميله اكثر من كتعطى للولد، فهمتي؟ واخا كاع السيناريو في البروفيل خص يكون دريس، يقدر يردوا الدريسيه الا كانت هذيك زوينه ولا شي حاجه، فهمتي؟ هادشي باين، يعني هنا كيريسكيو داك السيناريو، كيبهدلوه على اساس باش كيعطيو فرصه لديك البنت الفتاه باش كيمارس معاها الجنس ديالو والحلاوه ديالو والبليزير ديالو، هادشي راه كاين هنا في المغرب، يعني فهمتي؟ يعني هنا ما كاينش شي لجنه الان، مازال ما كايناش، ما تزادت ما تخلقت ما والو اللي غتراقب هادشي، هذا ما كاينش نهائيا. يعني اللي عنده شي سلطه كيدير فيها اللي بغى، ولا جيتي الدوير يردوك حماق، يردوك ما كتعرفش، يقدو يحطوك في ليست نوار صافي كان. وهذه من هذا المنبر هذا بعدا راه خصهم يعرفوا بان راه دريس الرعد راه من حقه يخدم. علاش؟ حيت بخصوص الدعم ديال الدوله، والدوله من الاصل ديالها من المال العام، يعني عندي حق نخدم. ملي تكون انت منتج بريفي وكتصرف من جيبك ولا كتبيع المنتجات ديالك باش دير الفيلم ديالك، ما نقدش انا نجي لعندك ونقدم حتى سي في، ما نقدرش. ولكن المال العام عندنا حق نخدموا فيه، بالخصوص حنا كنعيشوا من هذا الدومين هذا. يا دابا هذا هو المشكل، يعني هذا مشكل يعني مطروح ودائما غيبقى مشكل، عمره ما غيتعالج، فهمتي؟ حيت دابا هنايا حنا كنشوفوا كاين شباب تبارك الله وشابات اللي قراوا ولي زاداك مده ديال 4 سنين وما كتعطالهمش فرصه باش يشتغلوا في هذا الميدان هذا. يعني انا قلت لك انا كاستينغ كيدوز في سريه تامه، فلان عيط لفلانه وباك صاحبي وبزاف ديال، يعني هادشي مخربق، فهمتي؟ والانسان المناسب عمره ما كان في المكان المناسب، يعني هنايا يعني كاينه شي خليه في سيريا التامه اللي كتحكم، يده طويله كتحكم في هذا الشيء هذا، يعني كيبقى السؤال مطروح وما عندكش كيفاش تلقى ليه الحل ديالو، فهمتي؟ سوى لك الانسان كيخاف من الله راه غادي يلقى الحل. واحد المساله نقول لك على التمثيل، دابا انا كنشوف بزاف ديال الممثلين اللي كيدوزوا تقريبا يوميا في التلفزيون، وملي كيخرجوا للشارع الوجه ديالهم ما كيكونش مألوف مع الجمهور، سبحان الله العظيم، واخا كيدوز دائما، عكس هذا عبد الربي زعما اللي وجهي مألوف من عند الله، وكندوز غير بحلقه الاولى ديال ميدي ان تي في عرفتي، راه وشاركت في مهرجانات ديال مراكش وطنجه، الجمهور كيجي كيتصور معايا وكياخذ معايا ذكريات اكثر من هذوك اللي كيبانوا دائما في التلفزيون، فهمتي؟ يعني وكنتعطى لي انا فرصه غير صغيره يعني تكون احسن، فهمتي؟ ومنين نقدو موهبه اللي هي زوينه، فهمتي؟ حيت كاين ما يدار وكاين ما يتعطى، حيت كاين شي حوايج سبحان الله العظيم خياليين فيا انا، يعني ملي كنتحط قدام الكاميرا كيوليو حوايج اخرين، لهذا يعطيونا فرصات حنا عندنا حق نخدموا، وحنا ناس حنا ديسيبلين، ما كان يعني ما عندناش شي ريكلاماسيون، ما كنهضروا بالغوات، ما كنخلقوا مشاكل في شي بلاطو، حنا ناس عاديين الحيط وكنخافوا داك الحيط يريب علينا، لهذا يعطيونا فرصه ديالنا اللي هي من حقنا ناخذوها. ورسالتي هي يعني رغم ذلك راه كاين الجديد، كاين الجديد وكاين بزاف ديال لي تورناج ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي جايه،
وانا ماشي بعد ما قلت انا ماشي غير انا عندي واحد كرامه فهمتي، عندي واحد ماشي ما كيعيطوش ليا راه كيعيطوا ليا، ولكن في واحد النفس كثيره فهمتي، وكننتزل غير شويه ربما غنبقى نبان بزاف وهذا، ولكن انا داكشي اللي عطى الله في واحد النفس كنشوف شي مخالفه صغيره كنلغي كنصاكي كنمشي بحالاتي، كيقلبوا عليا ما كيلقاونيش فهمتي، كنكون شي اوطيل ولا شي تغناج كنجي بحالاتي ربما، ولكن انا عند واحد النفس قويه يعني واحد الحاجه ما عجبانيش ما خصنيش نديرها، ولا شي واحد يبان عليه في البلاطو ما كنبغيش يبان عليا، هذا هو اللي كاين. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.